الرحيم، اليوم الخميس الموافق 18/3/2021. طيب ننتبه لمحاضرة اليوم، فيها شوية شرح. المحاضرة اللي فاتت حكينا وصلنا لعند النيرون، شرحنا لكم النيرون، أرد أرسمه كمان مرة حتى تكون الأمور أوضح. النيورون حكينا هو عبارة عن خلية، وحدة البناء والوظيفة في النيرفس سيستم، هو خلية واحدة. هذا شوي بالله. اوكي، خلينا نرجع للسلايد. قلنا النيرون هذا شكله، هذا السيل بودي، هاي الدندرايت، هذا الاكسون، وهذا التيرمينال اند. طيب، وحكينا المحاضرة اللي فاتت انتهينا في الحديث عن الدندرايتس. شوفوا يا عم، الدندرايتس هو عبارة عن thin branched process، هو عبارة عن، خلينا نحكي، جزء part of the cell، هو جزء من النيرون، بيكون very thin، متفرع من السيل بودي. حكينا هذا دندرايت، هاي السيل بودي، اوكي، فهو متفرع من السيل بودي. غير هيك بحكي لك هو extended from the cytoplasm، اكيد بيكون طالع من المنطقه هاي اللي هي cytoplasm of the cell body. اهم وظيفه للدندرايت يا جماعه هون مهمه، دندرايت provide a receptive area. شو يعني receptive area؟ بحكي لك الان اي مؤثر خارجي بيجي على النيرون، خلينا نحكي stimuli، اي مؤثر خارجي. يعني مثال، اخذت انت دواء drugs، اخذت فيتامين، الفود اللي انت بتاكله، الغذاء بشكل عام، الايونز اللي فيها، المينرالز، هاي كلها عبارة عن stimuli داخل الجسم، بتم هضمها وبعدين بتنتقل الى انحاء الجسم منها النيرون. حكينا النيرون هو جزء من billion of neurons، هو موجود في البرين، موجود في السباينال كورد، في النيروس اللي خارجة منهم، هذا سميناها central nervous system، والنيروس اللي خارجة منهم سميناها peripheral nervous system. وحكينا هاي النيروس البريفيرال رايحة على الأورغان، بتتحكم في كل الأورغان، القلب، البرين، الكيدني، المصل، وهكذا. فالنيرون مهم جدا لأنه بتحكم لي في الاكتيفيتي of the our body، كل الجسم بتحكم في النيرون. anyway، حكينا اي مؤثر خارجي، خد دواء، فيتامين، فود، اي كيميكلز موجوده في الجسم، كلها راح تاثر على الجهاز العصبي. كيف بتاثر؟ بتاثر على النيرونات بشكل دقيق. كيف؟ خلينا نتفرج، خلينا ارسم النيرون بطريقه ثانيه اوضح. لحظه شوي، اهو خلينا نعمل هيك. شوفوا، خلينا نرسم النيرون بهذا الشكل، هذا الاكسون، هاي السيل بودي، هاي السيل بودي بهذا الشكل، هاي الدندرايت، هاي الدندرايتس بهذا الشكل، دندرايتس بهذا الشكل، دندرايتس بهذا الشكل، وهذا السيل بودي، خلينا نحكي هذا السيل بودي، اوكي، هاي دندرايت، هذا السيل بودي، هذا اكسون، وهذا تيرمينال اند. هاي التيرمينال اند. شوفوا، اي مؤثر خارج الستيمولاي بيجي بشبك على، او بتم اول ما بيأثر على الجهاز العصبي بيستقبله الدندرايت والسيل بادي. فالدندرايتس والسيل بادي هي اللي بتستقبل المؤثرات الخارجيه. ف يعتبر الدندرايتس والسيل بادي ريسبتيف اريا. الآن شو بتعمل هاي الأدوية؟ زيها زي أي خلية. تذكروا حكينا الخلية من برا موجب، كلها موجب، ومن جوا الخلية دائما سالب، داخل الخلية السيتوبلازم، برا الصوديوم عالي، جوا البوتاسيوم تركيزه عالي. أوكي، الآن شو بعمل؟ كالآتي، خليني أكبر الدندرايت، هذا الدندرايت والسيل بادي بدي أكبرهم، خلينا اجيبهم هون، خلونا نحكي في المنطقه هاي، اكبر السيل بادي مع الدندرايت بهذا الشكل، هاي السيل بادي والدندرايت. الان لما يجي الستيمولاي اللي حكينا عنه، اي مؤثر خارجي ستيمولاي، اذا كان بوزيتيف، بوزيتيف يعني اكسايتاتوري،
طب اكزايتاتوري يعني منشط او بيكون محفز. اذا كان المؤثر او الستيمولاي اكزايتاتوري منشط او محفز، طلع شو بيعمل؟ دائما برا موجب الخلية، دائما جوا سالب الخلية، دائما برا الصوديوم. خلينا ليش هاي الخط هذا بضل يطلع معي كل مرة؟ دائما الصوديوم برا الخلية، دائما بوتاسيوم جوا الخلية. الآن لما يجي الستيمولاي إذا كان اكزايتاتوري محفز، طلع شو حكى بيعمل؟ بيفتح بوابة الصوديوم، فالصوديوم اوبن صوديوم بامب، طلع شو بصير؟ بدخل الصوديوم إلى داخل الخلية، نسميها انفلوكس، انفلوكس. بدخل الصوديوم إلى داخل الخلية وبلحقوا الموجب، فبصير الموجب يشبك مع السالب. الآن تتذكروا إحنا حكينا لما إجينا قسنا الخلية بالفولتوميتر طلعت معنا سالب 70 ملي فولت، يعني لما جابوا الفولتوميتر وزرعوه طلعت قيمة السالب هاي اللي جوا طلعت معهم سالب 70 ملي فولت. الآن أنا شو عملت؟ بواسطة الإكزايتاتوري دخلت أيونات الصوديوم ولحقها الموجب. الآن أنا شو قاعد بعمل بالخلية؟ بالإكزايتاتوري بدخل الموجب على السالب والصوديوم بدخل انفلكس إلى الداخل. على أثره شو بده يصير في السالب هذا 70؟ أوتوماتيكلي بده يصير أكثر موجبية، فهو بتحول من سالب 70. لحظة شوي بالله، خليكم معي هنا، لحظة خليكم معي. طيب يا جماعة خلينا نرجع، أوكي خلينا أعيدها كمان مرة. هون وين راحت؟ أوكي نرجع للي وصلناه، وين راح؟ أوكي نعيدها. هنا قلنا هاي نيورون، هاي التيرمينال إند، هاي السيل بادي، هاي الأكسون والتيرمينال إند. حكينا إذا بيجي أي مؤثر خارجي كان positive excitatory شو بيعمل؟ نكبر الدندرايت مع السيل بادي، تطلع بهذا الشكل، كبرها أو خليها أكثر. anyway لما يجي المؤثر حكينا برا جوا السالب، دقيقة القلم هذا سيء جدا، اوكي بهذا الشكل. حكينا برا موجب جوا سالب، برا صوديوم جوا بوتاسيوم. اذا كان اكزايتاتوري شو بيعمل؟ بيفتح بوابة الصوديوم، الصوديوم بدخل الى داخل الخلية وبلحقوا الموجب، فبغطي على السالب اللي هون. حكينا لما قسنا الخلية من الداخل كان السالب 70 ملي فولت، هذا سميناه ريست ميمبرين بوتنشال. طلع شو صار؟ لأنا نتيجة الستيمولاي الموجب الإكزايتاتوري أدى إلى دخول الصوديوم إلى داخل الخلية إنفلكس ولحق الموجب، على أثر السالب 70 هاي لما بدخل عليها الموجب شو بده يصير؟ بده يصير أكثر موجبية، فبده يصير من سالب 70 ملي فولت سالب 60 10 20، بظل الصوديوم يدخل إلى داخل الخلية نتيجة الدواء اللي أخذته أنت إذا كان منشط، أو الغذاء اللي أكلته هو كان منشط لدخول الصوديوم. الآن بيظلوا يرتفع السالب 70 ويدخل عليه الموجب حتى يوصل أكبر قيمة له موجب 30 ملي فولت. بعدها هذا المؤثر لما يوصل لموجب 30 ملي فولت الصوديوم بامب هاي كلوز، هاي العملية الارتفاع دخول الصوديوم ووصوله إلى موجب 30 بنسميها depolarization. depolarization شو يعني depolarization؟
انه صار تحول جهد الخليه من سالب الى موجب، هيك بنسميها ديبولاريزيشن، يعني انه الصوديوم بامب اوبن، البروتين اوبن، وعلى اثره دخل الموجب الى داخل الخليه والصوديوم معه وحول الخليه لموجب. الان لما يوصل لموجب 30 حكوا هاي الاوبن كلوز اللي هي الصوديوم اوبن كلوز، ادى وظيفته، بعدها المؤثر بتلاشى خلص. اول مؤثر اجى لما يوصل دخول ايونات الصوديوم لموجب 30 ديبولاريزيشن بتلاشى، بعدها اوتوماتيكلي لما يزول المؤثر بده ترجع الخليه للرست اللي هي سالب 70. كيف بترجع العمليه هاي؟ رجوعها الى سالب 70 بتم عبر اوتوماتيكلي بتفتح بوابات البوتاسيوم، البوتاسيوم بيطلع لبرا وبيلحقوا السالب، بوتاسيوم وبيلحقوا السالب. الان انا لما طلعت البوتاسيوم لبرا برا موجب، لما طلعت على السالب بصير اكثر سالبيه، هيك انا رجعت الخليه للسالب 70، بتضلها تمشي يطلع بوابات اللي هو اوت فلاكس، خروج البوتاسيوم مع شحناته بحول الموجب الى سالب، بوصل لغايه سالب 70. هاي العمليه بنسميها ريبولاريزيشن. الاولى هاي ديبولاريزيشن، الثانيه ريبولاريزيشن، ناتجه عن شو؟ عن فتح بوابات البوتاسيوم. في ميزه في بوابه البوتاسيوم هاي اللي بتطلع البوتاسيوم اوتسايد اوف ذا سيل، ميزه فيها في انها ليزي جيت. ليزي جيت يعني بوابه كسوله، يعني غلقها بتم ببطء سلولي. طب الان طول ما هي اوبن راح يطلع البوتاسيوم ويطلع السالب، انا بدي اياها تغلق عن سالب 70 لانه سالب 70 هو الرست. بحكي لك كونها بوابات ليزي تغلق ببطء بيظل في نفاذيه بيرميابيليتي، او بصير رش اوت، خروج للبوتاسيوم اكثر. هذا الامر بيؤدي الى انه بخلي الخلية أكثر سالبية، حكوا بتوصل لغاية سالب في المية، سالب 100 ملي فولت، لأنه هاي البوابة المختصة في خروج البوتاسيوم ليزي. الآن بظلها تغلق عند آخر حد، تصير لها كلوز عند سالب 100. هذا النزول اللي أكثر من السالب 70 نسميه هايبر بولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن. طيب الآن طب كيف بدي أرجع الخلية للرست؟ حكينا اللي هو لوضعها الطبيعي، حكوا في بوابة ثالثة موجودة أيضا على الدندرايت والسيل بادي، ذكرناها اسمها الصوديوم داش بوتاسيوم بامب. هاي الصوديوم بوتاسيوم بامب، لحظة شوي خلينا نمحيها، الصوديوم بوتاسيوم بامب هاي بامب وظيفتها كالآتي: الصوديوم اللي دخل جوا هذا وتم إغلاقه بتطلعه لبرا، فبيطلع الصوديوم وبيلحقوا الموجب بترجعوا زي ما كان، والبوتاسيوم اللي طلع برا هذا لما صارت عملية الريبولاريزيشن برد بترجعه لداخل الخلية وبيلحقوا السالب. هيك أنا من الهايبر بولاريزيشن برجع الخلية للرست عبر أي بوابة؟ صوديوم، أسف صوديوم، نكتبها هنا صوديوم بوتاسيوم بامب. فالصوديوم بوتاسيوم بامب بوابة ثالثة وظيفتها بترجع الحالة من هايبر بولاريزيشن إلى الريست ميمبرين بوتنشال. هذا إن جنرال شو بصير على أي خلية إذا كان المؤثر قوي. طب أنا شو بفهم للكلام هذا؟ ليش أنا بتعلم وقاعد؟ لأن بدك تعرف يا جماعة إنه الهدف من هذا الحكي على النيرون، هي النيرون الهدف منه إنه إذا كان المؤثر قوي positive excitatory، أنا هيك بدخل أيونات الصوديوم، والصوديوم لما يدخل لجوا الخلية ويلحق الموجب بيولد عندي آخر شيء في هاي المرحلة وصل لموجب 30 ملي فولت. هاي 30 ملي فولت بنسميها action potential، بيعمل لي action potential. شو يعني action potential؟ action potential في النيرون، الاكشن potential اللي هو كهرباء. شوفوا كيف هو بتولد، ببلش يتولد الاكشن بوتنشال في الدندرايت والسوما، هذا بنسميه جريدد بوتنشال، متدرج. يعني كيف؟ حكينا هاي الاكسون، هاي الترمير، هاي السيل بادي، وهاي الدندرايت.
بدخل الصوديوم، هاي كان سالب 70 ملي فولت. لما يدخل الصوديوم لأن المؤثر قوي بصير يحولها لسالب 60، سالب 50، 10، 20، بوصل 30 عند الأكسون هيلوك. 30 كهرباء، هذا الأكسون هيلوك، عنق النيرون الأكسون. هنا بعمل عندي كهرباء أكشن بوتنشال، فهو بلش متدرج جريدد. الجريدد بوتنشال ناتج عن الصوديوم كيميكال، والآن بعد ما الكيميكال هاي وصلت لموجب 30 نتيجة دخول الصوديوم أكثر فأكثر، الآن هذا ولدت لي في الأكسون هيلوك أكشن بوتنشال كهرباء، وهاي الكهرباء راح تمشي في النيرون لنيرون وهكذا. هذا اللي هو أكشن بوتنشال، راح يمشي من نيرون لنيرون، آخر شيء بوصل للقلب. هاي الكهرباء بتحرك القلب، هاي الأكشن بوتنشال هذا يحرك لي العضلة، العضلة بدها كهرباء حتى تتحرك، القلب كذلك، الخلية حتى تشتغل بدها أكشن بوتنشال. فأنا هيك بتحكم في جسمي عبر الأكشن بوتنشال اللي هو موجب 30. كيف تولد؟ لأن المؤثر خارجي ودخلت أيونات الصوديوم. فأيونات الصوديوم، الصوديوم بشكل عام مهم جدا في الجسم، حتى لأنه بنشط لي الأكشن بوتنشال، بولد أكشن بوتنشال، ومنه بتحرك القلب، العضلات، الدماغ، بلش يميز الأشياء بواسطة الصوديوم. فبنفهم من الكلام إنه بتولد عندي جريدد في الدندرايت والسيلبادي، هذا جريدد نتيجة الصوديوم، والأكشن بوتنشال عند موجب 30 بعمل لي كهرباء توصل بتحرك الأورجان. لا ننسى هنا حكينا لما بدخل الصوديوم لأنه المؤثر إكزايتاتوري بعمل ديبولاريزيشن، تفتح بوابات الصوديوم، بوصل عند موجب 30 بولد الأكشن بوتنشال هون في الأكسون هيلوك. بعد ما يمشي الأكشن بوتنشال التأثير بيروح، شو بصير؟ برجع للريبولاريزيشن، تفتح بوابات البوتاسيوم بالحقها السالب، فبصير أكثر سالبية، لأنه بواباتها كسول بتنزل أكثر للسالب 100، سميناها هايبر بولاريزيشن. بعدين تيجي بوابة ثالثة اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، بترجع الخلية زي ما كانت لسالب 70. هذا ان جنرال شو اللي بحدث على النيرون في كل الخلايا. بهاي الطريقة النيرون بتحكم في جسمي وبعمل لي اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال انا بهمني حتى اميز الاشياء، حتى ادرك اللي حوالي، حتى البادي اورجانز تقوم بوظائفها. كيف تولد؟ جريدد نتيجة الصوديوم، وبعدين حدث اكشن بوتنشال. في شغلة مهمة هنا يا جماعة بدي احكيها، انه حكوا هاي السالب 70 ملي فولت، وهاي النيرون، هذا السيلبادي، هذا النيرون، هاي الدندرايت. الآن كل ما بدخل الصوديوم، الآن حكينا بتحول إلى موجب 30، هذا سميناه ديبولاريزيشن. هنا بعمل أكشن بوتنشال كهرباء، الكهرباء اسمها بايو إلكتريكال، كهرباء تصنعها الخلية، سيجنال، كهرباء تصنع في الخلية. الآن حكوا كل ما يدخل الصوديوم هنا في الدندرايت والسيلبادي، لأنه المؤثر قوي، كل ما يدخل الصوديوم إذا وصل هيك يا جماعة، أنا حكينا كان السالب 70 للخلية من جوا، دخل الصوديوم صار السالب 60، سالب 50 وهكذا. حكى إذا وصلت كل ما دخل الصوديوم انفلوكس، صار له رش جوا الخلية أكثر نتيجة المؤثر، إذا وصل للسالب 55 فولت اوتوماتيكلي راح يحدث الاكشن بوتنشال. يعني حسبوها، قال لك يا عمي اذا وصل ل 55 اوتوماتيكلي راح يصير عندي اكشن بوتنشال، يعني تولد كهرباء وتروح هاي الكهرباء وتقوم بالفعل. اذا ما وصلت راح يتلاشى، يعني دخل الصوديوم 1 2 3 3، هذول ما بكفوا حتى يوصل للسالب 55، يحول اللي جوا لموجب. لا، اذا كانت اقل بتلاشى ما بحدث، اذا كانت اكثر 4 5 6 أيونات صوديوم مع موجب دخلت الخلية حولت، بحدث الأكشن بوتنشال. هاي السالب 55 بقول لك إذا وصلت العتبة تدخل البيت. العتبة هاي بسموها باللغة الإنجليزية تري شوت العتبة. المقصود إنه إذا أنت وصلت سالب 55 هذا المؤثر، أوتوماتيكلي بحدث الأكشن بوتنشال. الأكشن بوتنشال هون يا جماعة بسمون all or
قول all or none even، يحدث أو لا يحدث. شو يعني يحدث أو لا يحدث؟ المقصود فيه الأكشن بوتنشال. إذا وصل سالب 55 اللي هو الثريشولد العتبة أوتوماتيكي اللي يحدث، إذا ما وصلها بتلاشى، بسموه all or none even هذا الأكشن بوتنشال. على الرسم هاي النيرون، حكينا هنا موجب سالب، هنا الصوديوم، هنا بوتاسيوم، اجى المؤثر بستقبله هذا الستيمولاي. اذا كان اكزايتاتوري حكينا بفتح بوابة الصوديوم، بدخل الصوديوم الى داخل الخلية وبلحقه الموجب، فالخلية بتعمل عندي من سالب 70 تعمل ديبولاريزيشن، هذا بنسميه جريدد بوتنشال نتيجة دخول الصوديوم بوتنشال. الآن إذا كان قوي وصل لثريشولد، وصل لموجب 30، الموجب 30 بحدث هنا في الأكسون هيلوك، أكسون هيلوك أيوه، بحدث الأكشن بوتنشال وبيمشي التيار الكهربائي. حكينا هنا في ميلين شيت بيمشي فيها سريع، إذا ما في بيمشي بطيء، وهكذا بيظل يمشي لما يروح على القلب وبيحرك للقلب. هذا كله بسبب أيونات الصوديوم. طيب إذا الدواء اللي أخذته أنت العكس، الدواء اللي أخذته مثبط، طبق نسميه انهيبيتوري. طلع هنا شو راح يحدث عندي الانهيبيتوري، طلع شو بسوي. اذا حكوا انه انهيبيتوري بسموه انهيبيتوري مش اكزايتاتوري، مثبط. هنا طلع شو بيعمل هذا المؤثر الاستيمولاي، حكينا برق جوا، اسف جوا سالب الخليه، دائما دائما سالب، برا موجب، برا الصوديوم جوا بوتاسيوم. الآن إذا كان المؤثر inhibitory هون العكس بحدث يا جماعة، تفتح عندي بوابة open بوتاسيوم، بوتاسيوم هو اللي بيطلع من الخلية، فبيطلع البوتاسيوم وبيلحقه السالب. شو بصير يعمل السالب؟ سالب مع الموجب بصير سالب، سالب مع الموجب سالب، بصير أكثر سالبية. يعني أرسمها، تحولت الخلية من سالب 70 ملي فولت، المؤثر كان انهيبيتوري، انهيبيتوري يعني راح يفتح بوابة البوتاسيوم ويطلع البوتاسيوم لبرا ويلحقه السالب، فبدل ما يطلع موجب راح ينزل هايبر، بعمل عندي هايبر بولاريزيشن. هايبر بولاريزيشن يعني ما في كهرباء، ما راح يولد اكشن، راح ينزل هايبر. فبالتالي هنا راح يعمل عندي هايبر انشل هون، فبالتالي ما في كهرباء بتوصل للقلب. شو بصير في القلب؟ بقل نبضاته، بصير عندك بسموها براديكارديا، براديكارديا يعني القلب بقلل نبضاته. بينما اذا كان المؤثر قوي بدخل ايونات الصوديوم وبلحق الموجب، بصير عندي اكشن بوتنشل، هذا الاكشن بوتنشل بتولد بروح القلب بزيد من نبضاته. اما اذا انهبيتوري بقلل النبضات لانه بيعمل هايبر بولاريزيشن، ما في اكشن بوتنشال. من هون تيجي المخدرات يا جماعه، الدراجز، الدراجز هاي المخدرات شو بتعمل؟ بتعمل انهبيتوري، بتغلق بوابات الصوديوم وبتحفز خروج بوابات البوتاسيوم جوا النيرون، فكل ما طلع بوتاسيوم كل ما صار هايبر، فبالتالي ما في اكشن بوتنشال يحرك الدماغ، دماغ بده الصوديوم حتى يميز الأشياء اللي هو النيرون. أنت قاعد بتثبط في الصوديوم وبطلع لي بوتاسيوم لبرا، هذا بيعمل عندك عدم وعي في الدماغ، قلة نبضات القلب، فقدان التركيز، فقدان الحركة. هاي الأدوية المثبطة أو المخدرة هيك بتشتغل. وفي أدوية مخدرة منشطة بتزيد من إنتاج الصوديوم، فبتلاقيك هايبر، القلب هايبر، وهكذا. هيك الأدوية بتأثر على الجسم يا جماعة أو على النيروس سيستم. واضح؟ أخذنا مفاهيم كثيرة، graded potential ذكرناها، action potential، depolarization حكينا عنها، repolarization، hyperpolarization، كلها بوابات الصوديوم والبوتاسيوم، حكينا عن الثريشولد نرجع لها، حكينا عن الستيمولاي إذا كان بوزيتيف أو نيجاتيف كيف بيأثر على النيرون وهكذا. ملخص هذا الشيء إنه الصوديوم في الجسم مهم جدا، إنه نتغذى بالصوديوم حتى ينشط
الجهاز العصبي، لأنه بدخل بوابات الصوديوم وبعمل لي أكشن بوتنشال، بظلي نشيط. إذا خففت، إذا أخذت مثلا أغذية فيها كثير بوتاسيوم، راح يطلع البوتاسيوم ويلحق السالفة، بصير عندك مثبط. هذا محفز اكزايتاتوري وهذا مثبط. فمن هون نشوف أهمية الأيونز اللي نحصل عليها في الغذاء في الجسم، يا بتنشط الجهاز العصبي يا بتثبطه. واضح؟ في حدا عنده واضح أي تمام سؤال؟ دكتور. نعم، هاي شغلات مهمة لازم نعرفها يا جماعة. هاي شوفوا هنا كيف كاتب أين يحدث هذا الأكشن هيلوك، يحدث الأكشن بوتنشال اللي قبل ميديتد بوتنشال، هذا موجب، هذا صوديوم بوتاسيوم. يا ريت ترجعوها للمحاضرة شوي شوي وتكتبوا الملاحظات هاي كلها، عليها أسئلة ضع دائرة. يا جماعة في حد عنده أي سؤال باللي شرحناه هلا قبل شوي؟ احكوا لي، شرحنا الأكسن ترانسبورت، في حد عنده سؤال؟ لا شرحنا قبل شوي. أوكي، طب قول له الآن أخذنا إحنا الجريد هذا الانتيرو جريد والريترو جريد أخذناها؟ لا طيب شوف الانتيرو جريد أخذناها؟ لا لا ما شوفوا. طيب طلعوا لي على النيرون، هاي النيرون، هذا النيرون، هاي الدندرايت، هاي التيرمينال اند. اوكي، الان طلعوا النيرون، السيل بادي موجود فيه النيوكليوس، وموجود فيه الميتوكوندريا، موجود فيه جولجي اباراتس، وحكينا فيه خلايا جوا حبيبات تحت الميكروسكوب. لما نطلع على الدماغ نشوف النيرون هيك، وفي نزل بادي هاي بتصنع البروتين، والبروتين مهم جدا حتى يظل محافظ على بقاء او حياة الخلية. الان من مميزات النيرون في السيل بادي هذا بتصنع، طلع شو بتصنع، انزيم بتصنع بروتين، هي نفسها بروتين وانزيم واحد نفس المعنى، بتصنع شغلة كيميكال اسمها نيورو ترانس، نيورو ترانس ميترز، بصنع نواقل عصبية كيميكال، كيميكالز، هذا كله بصنعها السيل بادي. السيل بادي أيضا بصنع، خلينا نحكي شو كمان، ليبيد، دهون، كثير شغلات بصنعها السيل بادي، كلها كيميكالز، انزيم، بروتين، نيورو ترانس ميترز اختصارها ليبيد. الآن هاي كلها بتتجمع في السيل بادي. طب أنا كيف بدي أنقلها من السيل بادي إلى التيرمينال إند حتى أغذي الخلية كاملة؟ الآن النيرون بشكل عام عبارة عن خيوط، هذا كلها خيوط هيك من الداخل، هاي الخيوط بنسميها سايتوسكيلتون، خدتوها في البيولوجي. سايتوسكيلتون اللي هو هيكل الخلية الداخلي، اللي هو زي فينا اللي هو العمود الفقري، لكن هم الخلية ما فيها عمود فقري، فيها فايبر، فيها فايبر. أوكي، الآن النيورو ترانسميترز الإنزيم اللي جوا كيف تتحرك؟ بقول لك عبر عبر نواقل بروتين اللي منقل المواد من السيل بادي إلى التيرمينال إند، زي النيورو ترانسميترز بروتين، هي عبارة عن مقطورات، هاي المقطورة اسمها كاينوزين. أما المواد اللي هنا مثلا التيرمينال إند بدي أنقلها إلى السيل بادي، بنقلها عبر بوابة راجعة، بالعكس هاي رايحة، هاي بوابة راجعة، مقطورة راجعة، بروتين اسمه داينوزين. فعملية نقل المواد جوا النيرون عبر السيتوسكيلتون بتتم عبر هاي البروتينات، اللي رايح من السيل بادي بودي المواد هاي الى نيورو لتيرمينال اند اسمه كاينوزين انتيرو جريد ترانسبورت، هيك بسموه انتيرو جريد ترانسبورت. اما اللي من التيرمينال اند للسيل بادي بسموه ريترو جريد ترانسبورت، اللي هو الداينين، العكس ريترو وهيك انتيرو. هاي يا جماعه مجرد توضيح كيف بتصير الامور داخل الخليه، ندخل ديبلي اكثر جوا الخليه. هذا هو النيرون، تخيلوا كيف
الاكتيفيتي العاليه اللي بتصير على النيرون، وكيف انه دائما في حاله حركه، دائما النيرون في حاله هيجان. الان وضعنا احنا واحنا نعطي محاضره مركزين في المعلومات، قرانا المعلومه، هذا كله اكشن بوتنشال بيمشي في الجسم في النيرون. ايدك بتتحرك، هذا كله اكشن بوتنشال. فالنيرون دائما بيكون في حاله اكسايتد، دائما بيكون متهيج، بيكون في نشاط عالي. نوقف لهون، المرة الجاية إن شاء الله بنشرح السبورتنج سيل. يا جماعة حكينا إحنا عن السبورتنج سيل، لكننا نحكي عن واحد، حكينا في عنا جليا وفي عنا جليال، ذكرنا هاي بتدعم النيرون اللي موجود، خلايا بتدعم النيرون اللي موجود في البرين والسباينال كورد يعني اللي شكلهم. أما الجليال هي الخلايا اللي بتدعم النيرون، جليال جليا تدعم النيرون اللي موجود في البريفيرال نيرفوس سيستم اللي هو اللي شكل النيرف اللي رايحة على الأورجن، هاي اسمها اللي بتدعمها جليا جليال. أما اللي جوا البرين جليا، طبعا إلها أنواع نشرحها إن شاء الله المرة القادمة. في حد عنده أي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ واضح دكتور، يعطيك العافية. واضح؟ الله يعافيكم. طبعا هاي المادة اللي شرحتها قبل شوي مهمة، بكرة في علم الفارماكولوجي اللي هو الأدوية كيف بتأثر على النيرون، يا بتدخل أيونات الصوديوم الأدوية، يا بتطلع أيونات البوتاسيوم، يا بتعمل أكشن بوتنشل، يا بتعمل هايبر بولاريزيشن. ومنه إذا أكشن بوتنشل تنشط القلب، مثال مثلا إذا كانت مثبطة بتعمل هايبر، بتثبط القلب، إذا كانت منشطة بتعمل اكشن بوتنشال وبتنشط القلب. هاي انتبهوا لها المعلومه هاي. ماشي يا جماعه، اذا ما في اسئله يعطيكم العافيه.